إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر التاسع بعد الولادة. في هذه المرحلة تزيد حركة الطفل وتصبح قدراته على التذكر أفضل من ذو قبل، فتلاحظ الأم أن طفلها قد يعود ويلعب بلعبة ما بعد أن يضعها جانبا. أما عن تطور الكلام في هذه المرحلة فهو أبطأ من تطوره السلوكي العملي الحياتي في المحيط الفيزيائي الذي يعيش فيه. أيضا قد يستطيع تمييز أساليب وحركات الأب والأم، ويعلم بعض النقاط الرئيسية، مثل إذا كانت الأم كانت تمسك الرضاعة أو تمسك أشياء تخص هذا الطفل فتراه مبتسما يحدق إلى هذه الأشياء الممسوكة بيد الوالدة. وعملية إدراك الطفل في هذه الفترة تزيد جدا عن المراحل السابقة، وهي فترة تقريبا فترة 9 شهور الأولى. ونسبة ذكاء الطفل يزيد في هذه المرحلة. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس المبسط. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.